وامر طبيعي جدا جدا ان احنا كلنا بنستفيد من خبرات بعض. ويمكن حتى يمكن تلقائي الاخير انا كنت بقول معالي الوزير اللي خده بقصر مكبرات الصوت على قدر المصلين، احنا منذ سنوات كنا قصر مكبرات الصوت على ايضا الاذان وخطبه الجمعه وما يحتاجه الناس. ومع ذلك رفع الاذان ده بالنسبه لنا سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نقف عند ضوابط الشرع، لكن الاستخدام او الفهم الصحيح للدين كل القارات ليس لا يوجد ولا متاكد لا في المملكه العربيه السعوديه ولا في مصر اي توجيه الا الحاجه واحده، اعملوا ما يرضي الله ويحقق صالح المسلمين بفهم صحيح الدين وليس على هوى الجماعات المتطرفه التي لن يرضيها الا هدم الدول.